وتنضم إلينا شبكة مراسلينا من وسط لندن محمد الفنيش، ومن أوكسبريدج أحمد الشيخ، ومن بلفاست عمر شاكر. إذن أبدأ معك فنيش من لندن، آخر التفاصيل طبعا المتاحة لديك حول نتائج الانتخابات. نعم، فاز حزب المحافظين بأغلبية مريحة إلى حد الساعة بحسب فرز الأصوات، 363 مقعدا حصل عليها بوريس جونسون أو حزب بوريس جونسون في هذه الانتخابات. حزب العمال مني بهزيمة ب 203 مقعد إلى حد الساعة بحسب الفرز القائم. حزب الديمقراطيين الأحرار كان عكس كل التوقعات ونزل إلى 11 مقعدا، بالعكس فقدت زعيمته جو سوينسون مقعدها كذلك في البرلمان. حزب الوحدة الإيرلندي حصل إلى حد الساعة على 8 مقاعد. هذه النتائج ستتغير بقليل لكنها باتت حاسمة أن حزب المحافظين يدخل إلى البرلمان بأغلبية مريحة، وبوريس جونسون يدخل إلى رئاسة الوزراء رئيسا للوزراء ويفوز بالتحدي الذي تحدى به خصومه داخل البرلمان عندما طالب بانتخابات مبكرة. قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أعلن عنها رئيس الوزراء وقال أنها باتت حتمية، مما يعني أن 31 من يناير نحن نرى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. هنا لابد أن نضع في الحسبان تهديد زعيمة الحزب السكوتلندي بأن لن تقبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإذا كان ذلك ستذهب إلى استفتاء ثاني. هل سيستطيع الآن أن يرضي بوريس جونسون اسكتلنديين بالبقاء في بريطانيا والتخلي عن الاتحاد الأوروبي؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة. نعم، ابقى معي محمد ودعني أنتقل إلى أحمد الشيخ من أوكسبريدج. إذن أحمد، هو ثاني فشل لحزب العمال في عهد كوربين، يعني الآن ما مستقبل هذا الحزب وما مدى تأثير هذه النتائج عليه؟ هنا في دائرة أوكسبريدج كانت هناك معركة من نوع خاص. كان المرشح العمالي علي ميلاني يبلغ من العمر 26 عاما، وهو في الأصل لاجئ إيراني، جاء إلى هنا كي ينافس رئيس الوزراء بوريس جونسون. كانت المنافسة غريبة إلى حد ما، رئيس الوزراء في منافسة مهاجر عمره 26 عاما. بوريس جونسون لم يصوت لنفسه بالأمس لأنه لم يأتي إلى هذه الدائرة إلا في وقت متأخر. بوريس جونسون فضل أن يصوت في دائرة قرب 10 داونينج ستريت، مقر رئاسة الوزراء، وهذا حق قانوني يتمتع به رئيس الوزراء، يستطيع أن يصوت إما هنا في هذه الدائرة أو في الدائرة الأخرى في وسط لندن. هو اختار أن يكسر التقاليد ويصوت في وسط لندن. ثم جاء بوريس جونسون في المساء ليصافح الناخبين ويحضر عملية الفرز. فاز بوريس جونسون على منافسه العمالي بفارق 7000 صوت مقابل ما كان متقدما به في الانتخابات الماضية 5000 صوت، والذي كان مدار انتقادات. وبالتالي عزز بوريس جونسون قبضته على ليس فقط على أغلبية البرلمان ولكن على مقعده ممثلا لدائرة أوكسبريدج. نعم نعم أحمد، ابقى معي أيضا ودعني أنتقل إلى بلفاست وعمر شاكر. عمر، طبعا أرصد لنا انعكاس هذه النتائج على الحدود الأيرلندية. نعم، في البدء الحزب الوحدوي الديمقراطي الحليف لحكومة المحافظين خسر مقعدين هنا في هذه الانتخابات، بينها مقعد زعيم هذا الحزب في برلمان ويست منستر لصالح، خسر المقعدين لصالح حزبين قوميين أي يؤيدان الوحدة مع إيرلندا. لكن مع وجود أغلبية لحزب المحافظين، مقاعد إيرلندا الشمالية 18 لا تبدو مؤثرة في المشهد السياسي، حيث أن لبوريس جونسون أريحية الآن في تمرير اتفاق الخروج المتضمن إلى حل لعقدة الحدود بين إيرلندا الشمالية والجمهورية الإيرلندية. لكن الجدير بالذكر هو أن جميع الأحزاب هنا في إيرلندا الشمالية لديها تحفظات، بما فيها الحزب الوحدوي الديمقراطي على اتفاق بوريس جونسون، لأن هذا الحزب يرى مثلا أن ضمن هذا الاتفاق فإنه سيتم التعامل بشكل مختلف عن مع إيرلندا الشمالية عن باقي أجزاء المملكة المتحدة، وهذا ما يهدد الوحدة أو الكيان الكامل للمملكة المتحدة. وهذا المشهد يعطينا
انطباعات أو مؤشرات إلى أن المرحلة القادمة ستكون فيها الكثير من الجدال والخلافات بين الأحزاب هنا في إيرلندا الشمالية وحزب المحافظين نعم مع وجود هذه النتيجة؟ نعم طبعا سنتابع بدورنا خلال وقفاتنا اللاحقة. شكرا جزيلا لك عمر شاكر، كنت معنا من بلفاست، والشكر أيضا موصول لأحمد الشيخ من أوكسبريدج، وطبعا شكرا جزيلا محمد الفينيش، كنت معنا من وسط لندن.